انتظرت ليكون يكون فإذا دنيانا المقهورة تزهو بالآلاء تزهو بالآلاء جاء يبشر بالأنوار وبالحب ينادي منهجه وسطي أو سلما أو يوم جهادي جاء يبشر بالأنوار وبالحب ينادي. نهنئ أنفسنا أولا، نهنئ أبنائنا أبناء الأيتام وأبناء الشهداء على هذا الإنجاز الكبير بهذا المخيم اللي قامته وزارة الأوقاف مشكورة لرعاية هذه الفئة اللي حضنا ديننا ووطننا واجبنا الوطني على رعايتهم الرعاية الكاملة. وكان هذا المخيم مخيم متخصص بتحفيظ القرآن الكريم وتيمنا بمكونة سيد الخلق سيدنا محمد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن هذا الإطار كانت رعاية وزارة الأوقاف لهؤلاء الأيتام لتحفيظهم القرآن لتحصينهم من ناحية الدينية والوطنية أيضا وتربيتهم تربية صالحة. بنهنئهم بنهنئ ذويهم على تفوقهم إن شاء الله، ونتمنى يكون هناك مزيد من مثل هذه المخيمات التخصصية. بشكر نادي لمسة حنان على ما عملوا لأنه عن جد نادي رائع، وإحنا يعني اكتشفنا قدراتنا ومواهبنا اللي كانت عندنا وساعدونا إنه نكتشف أشياء كثيرة وكيف نعرف نحكي، وعطونا الجرأة إنه ندافع عن حقنا وكيف يعني نتواصل مع غيرنا وكان نادي رائع يعني بالفعل. وكمان يعني ما كانوا يخلوا بنت زعلانة، كانوا يعني يساعدوا الكل، ويعني عن جد نادي رائع كتير كتير وانبسطنا كتير. يعني اليوم كان آخر يوم بالتخرج وتكريم الطالبات المتطوعات والطالبات اللي هون بالنادي ساعدونا إنه نكتشف مواهب مثل مواهب الرسم، مواهب النشيد، وساعدونا إنه كل واحدة تدافع عن نفسها يكون عندها ثقة بالنفس كبيرة وتواصل مع الآخرين، يعني اللي كانت في جو الحزن أطلعوها لجو الفرح والسرور. بشكر اللي ساهموا بدعمه لأنه نادي بدعم اليتامى واللي فقدين أحد أبويهم، وهذا كثير إشي منيح لصالح الوطن. وبشكر الأستاذ هشام شناعة لأنه كان دائما يجي ويلعبنا ويبسطنا ويمرحنا. وبشكر ست منال معين لأنها هي اللي ساهمت، هي وست جود بدران في إنشاء هذا النادي. اليوم كان عندنا حفل اختتام للنادي الصيفي لمسة حنان، استمتعنا بأسبوع كامل مع الأطفال خاصة بعد ما شفنا الابتسامة على وجوههم. احنا بنتمنى انه يتكرر مثل هاي النوادي، وبنشكر كل الداعمين لهالنادي اللي كانوا سبب في انجاحه من مخابز من مطاعم اصحاب المحلات التجاريه. فعلا احنا لاحظنا لمسه حنان من اهل الخير من ابناء المحافظه اللي قدموا لنا الدعم. بشكر المدير اللي دعمنا وكان سبب في تشجيعنا على اقامه هذا النادي. هادي فايز هادي سندس عبد الكريم أبو شولة، أسيل سميح قطاوي، منام فايز قطاوي، مساعي بلال أبو عمسى، سجود عبد الرحمن أبو سمساطة، فداء عبد الرحيم أبو تمام، فداء عبد الرحيم أبو تمام، خلود عبد الناصر رضوان، ملك حسن طالب، ورود حسن طالب، ميسر إبراهيم عارف المعنيش، نوف محمود أبو تمام، همسة أحمد خالي، ميت أحمد خالي، العنود إبراهيم النعنيش، العنود